يا راجل يا راجل، ده كل الناس عارفه انك انت مدمن يا مدمن. ما تقوليش كده، انا مش مدمن. مش عشان بضرب فول حراق كتير ابقى مدمن. انت فاهمه غلط الكلام ده. في الكوسه، في الطماطم، الحراتي عايز لي بتاع 10 فدادين عشان اوصل للادمانه بدريه. لا، مدمن فول حراتي، وكل الناس عارفه، واقولهم اخواتك. اخواتي؟ اخواتي عارفين وبيقولوا عني كده؟ وانت ايه اللي دخلك بينك وبين اخواتي؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيتي انا جايبك منين يا بت؟ ده انت كنت بتلعبي قرود انت وابوك وامك على محطه القطر. يا بدريه يا شيتا يا شيتا، وجبتك عيشتك في حديقه الخالدين. احمدي ربنا على النعمه واسحي نفسك. يا بدريه اسحي وفوقي. ها، وبعدين اخواتي اللي انت فرحانه بيهم دول، انا المخ المدبر. انا زمان قبل ما ربنا يبليني بالفول حراتي كنت بضرب حرنكش، وانا اللي كنت بعمل المشاريع وهم اللي ينفذوها. بدريه شلي ينفذوها يا اخويا، ينفذوها. انت بتذلني يا راجل، بتذلني باللي انت معيشني فيه. نهار اسود، انزل انزل لي كده اشتغل، انزل لي كده اشتغل بدل ما انت قاعد في حضني زي الوزه. لا انت كده زودتيها قوي. لا بدريه، انا مش وزه، انت عارفه ان انا اسد، ومش اي اسد، انا عصب. انا عصب يا بدريه، انا عصب يا بدريه. عصب ايه ده؟ ايه ده؟ الحقيني فولاه يا بدريه، الحقيني فولاه. يلا يا بتاع الحبايه. لا، الفولاه فيها 3 حبايات، هاتي واحده بس يا بدريه، هاتي واحده ابوس ايدك. طب اقول لك، قولي لي فول حراتي في ودني، قولي لي في ودني فول حراتي. قولي فول حراتي، فول حراتي، فول حراتي، فول حراتي. ربنا يخليك ليا يا بدر. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. هي دي عربيتك؟ اه يا حاج. هو انت بتسرقنا في الشغل ولا ايه؟ اعوذ بالله يا حاج، انا عمري عملت كده. امال جبت الفلوس دي منين؟ ايه ده، دي عربيتك؟ كله من خيرك يا حاج. اه ايه، اضحك عليا، اضحك عليا. اتفضل يا حاج، اتفضل. ماشي 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 ماشي، بكره نعرف كل حاجه. بالسلامه بقى. بالسلامه. انت سلام. بركة حلت على العربية والله يا حاج. حلوة حلوة السقف ده. هو انت مرتشي ولا ماشي بما يرضي الله؟ أعوذ بالله يا حاج، ده لحم اكتفي من خيرك يا حاج. ألف مبروك. بقول لك، ما عكش فولتين حداتي عشان الطريق. يا حاج أنت كده تقلت قوي يا حاج، ما أنت لسه واخد جوه يا حاج. أعمل إيه؟ طب خلاص، ما يطارت، ما أنتوا عصبتوني في الاجتماع. بس أنا معايا حاجة تانية يا حاج، ما أعرفش تنفعك ولا لأ. ما معاك إيه؟ شوية حشيش كده، حشائش. لا 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 لا، ده بيتعبني. التاني فيه مدغ، أنت مش فاهمك أنت في الفول الحراتي. بقول لك ايه، وانت ايه؟ انا جوز اختك يا حاج. صح، كنت شحات ومش لاقي تاكل، ونظفناك ودخلناك العيله، فاكر ولا لا؟ انا مش جاحد وعمري ما انسى يا حاج. دي فيها كاكالاكس. يا حاج اهو، ما انت دوست عليه خلاص. دي فيها كاكالاكس. فيها اهو، شكلك بتسرقنا عربيه بكالاكس. بس رايك ايه يا حاج؟ اعوذ بالله. ما علينا، انا عايزك في حاجتين مهمين، وفتح مخك معايا. امر يا حاج. اول حاجه، تقول لي منين بتستورد الفول الحراتي الاورجانيك. لا يا حاج، من غير ما نستورده، احنا نزرعه في ارضنا وحط في بطنك بطيخه صيفي ويطلع اورجانيك. ويطلع اورجانيك وزي الفل كمان. طب الحاجه الثانيه دي فيها كالاكس. براحتك يا حاج، اهو كالاكس. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه يا حاج؟ انا عمري عملت كده يا حاج. ايه العربيه اللي بكالاكس دي؟ ايه دي؟ طب ركز في اللي انا هقوله لك. معلش، انا عارف انها غريبه شويه. في خبر لو طلع بره هدبحك. انا بقالي 27 سنه بكتب دراسه جدوى لمشروع هينقل شركات نادي نقلة نوعية. أمر يا حاج، يعني إيه نقلة نوعية يا حاج؟ ما أنت جاهل، وإحنا دخلناك عيلتنا. نقلة نوعية لشركاتنا، وكتبت كل دراسة الجدوى ومفيش مخلوق أراها. امسك، شايف علبة الكبريت دي؟ دي علبة كبريت يا حاج. هتفتحها تشيل العيدان ترميها، هتلاقي مكتوب جوه كل تفاصيل المشروع في العلبة دي.
في العلبه دي. وماله؟ اوعى اوعى تضيع منك ولا تولع وتحرق المشروع. لا ما تخافش، في الحفظ والصون يا حاج. دي فيها كلاكس. اه فيها كلاكس، ما دوست عليه 100 مره. اوه، وانت مرتشي ولا بتسرقنا ولا ايه؟ لا مش مرتشي يا حاج. ما انت جايب عربيه بكلاكس يا حاج. ما هو كله من خيرك. طب ما معكش فولايه كده ولا كده يا حاج؟ انت خدت كتير قوي النهارده، كده مش هينفع. طب شوف لي حبه ترمس اهدى بيهم شويه. لا يا حاج مفيش. انت بتتكل على الله، انت رخم قوي، وقعد في عربيتي ليه؟ من غير ما تقول يا حاج. انا كنت ماشي من غير ما تقول. يلا يا تخين الحرامي، يا تخينه في شله. سلام يا حاج. يا تخينه في شله اللي جوزناك اختي في 60 داهيه. علبه الكبريت فين؟ علبه الكبريت فين؟ خد الواد التخين ومشي وسابني من هولع بايه؟ وانا اديتها له ليه؟ دي فيها كلاكس. وانت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه؟ جايبه عربيه بكلاكس كله هيتها. يا ترى ايه المفاجأة اللي هتقدموها في مشروعكم الجديد؟ في الحقيقة مشروعنا بيعتمد على 3 خطوات. بدرينا على الهواء على قناة السنابل الزراعية، عشان تبقي تقولي انا ما بعملش حاجة. دي قولي بقى لحبايبك وجيرانك وكل الناس. انا هقدم لكم، هنطلق النهاردة مع اخواتي طبعا، مشروع هيفيد الفقير ويفيد الغني جدا. ما معكش فولايتين يا حاج؟ ما يصحش قدام الناس يا حاج. تعبان. فول حراتي، فول حراتي. حلو فول حراتي كده. اوفر دوز. اتعب يا حاج، اتعب. شكرا. المشروع اللي هيفيد الفقير والغني ببساطه، وهيعمل رواج رهيب ان شاء الله، ان كل واحد يسلم ملابسه الداخليه ياخد جلبيه. فقولوا لكل معارفكم يجمعوا الملابس عشان ياخدوا كم من. اتفضل يا حاج. اتفضلوا يا فندم. اتفضلوا حضراتكم اقلعوا في المبوله بتاعه القهوه، واخويا هياخد منكم البول، هياخد منكم الملابس من القهوه. اتفضلوا. يا مرديان يا عيله الخير، اجدع ناس وكرامكم غير. يا مرديان يا عيله الخير، اجدع ناس وكرامكم خير. متشكرين ان شاء الله. لو في وقت برنامجي التقي بيكم تاني. بساتها بدرية. ومن الجدير بالذكر أن هناك قضية نصب دولية، وصدر قرار بالقبض على الأخوين أحمد وتوفيق المرديان بسبب تورطهما في قضية سرقة الملابس الداخلية لعدد كبير من المواطنين، ولم يتم تسليم الجلاليب في الموعد المحدد لها. أما الضحايا فقد قاموا بتقديم بلاغات لاسترداد توفيق. سيب اللي انت بتحببه ده وتعالى بص شوف مكتوب فيه ايه في الجرايد. انا مش فايق لك يا بدريه. بتعمل ايه يا توفيق؟ بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بدور على فول حراتي. انبسطتي؟ نار السود ومنيل يا اخي، حرام عليك. هو ازاي يا راجل؟ جبله؟ انت جبله؟ انت جبله؟ يا توفيق، توفيق ناس عايزه فلوسها، يا تديهم فلوسهم يا تديهم هدومهم. كله راح يا بدرية، كله راح يا بدرية. فلوسنا كلها راحت فين؟ راحت في ده يا بدرية، راحت هنا. يعني احنا معناش فلوس خالص؟ لا ما دي فلوس يا بدرية، بس دوري على حاجة مليان. مفيش يا بدرية. يا نهار اسود، اله يا راجل تخسر ما تربح، اله ما تلاقيش ولا حباية فول واحدة. يا رب وريني في يوم. اله يا رب يحوجه زي ما حوجني. كفايه يا رب يحوجه زي ما حوجني. كفايه ولا اله ولا حبايب. هاري سويت هيا ولا كده. وفيه كنت ولا ايه؟ مش عارف دي مصيبه ولا ايه؟ سامعني؟ اتخرست؟ طب اعمل لك ايه؟ هنا بصك. ايه اقول لك اهو؟ ايه فول حراتي. اعمل ايه؟ انت اتشليت؟ انا اعمل فول حراتي. اعمل لك سنة شايلة لك واحدة. اهي كلها خلاص. ما بيعملش حاجة. انت موت. طب ايه؟ دي عليا وعلى السيف.
ايدي